السماء. ايوه على الله على الله. يلا دلوقتي نشغل وضع الطيران على موبايلك وقول لي ايه اكتر ثلاث حاجات بتخاف منهم. زي ما قلت لك انا بخاف شويه من يعني عندي فوبيا شويه من التعابين والحاجات كده. لاول وهله لما بشوف حاجه من دول بتاخد جدا. انت اصلا بتستخدم اوبشن اير بلاين مود في حياتك اللي هو بتقفل موبايلك عشان ما حدش يكلمك خالص؟ دو نوت ديسترب شويه. بتعمل كده كتير شويه. اوكي مين تحب تشتغل معاها تاني من دول؟ هنا زيد ولا اسماء ابو يزيد؟ انا شغلي مع الاثنين بسطني جدا وبحس يعني ان علاقتنا كويسه قدام الكاميرا جدا، وبيتهيألي ده كان رأي الناس برضو يعني ان الكيمستري لطيفة، ودي حاجة بتفرق جدا. يعني ممكن تبقى انت ممثل شاطر واللي قدامك ممثل شاطر جدا بس دبلوماسي قوي يا كريم. اجابتك مبسوط مني قوي بس كده. هنشوفك تحت بقى ان شاء الله بعد النطة ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيحصل معاك. اتفقنا. يلا بينا. يلا بينا. شوف شوارع هنادير ولا جمال في المسير، كم بحر بيجري فيها. الحمد لله على السلامه. مبدئيا يا جماعه انا بقر عليكم جدا والله العظيم بجد. جلاني الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اوصف لي احساسك دلوقتي. عايز اعمل اي حاجه واطلع فوق تاني. حبيت المغامره قوي. عظيمه. هجربها تاني. يعني انا حاسس الناس دي هتزهق مني. المغامر صاحب المزاج العالي اللي جالنا من السماء محمد كيلاني. شرفت الارض. يلا بينا على خلاص. ثانك يو. انا بجد اللي اتشرفت بيكم
وعايز اشكر الناس دي بجد، يعني اكسبيرينس عظيمه. لازم كل الناس تجرب تعمل كده، وبجد بلدنا حلوه قوي. يعني في حتت كتير قوي فيها سكاي دايف في العالم، بس ما اعتقدش ان في حته من دول عندها نفس اللوكيشنز اللي عندنا. انا عارف ان الناس نزلت في 1000 حته، وكل حته عندنا حلوه، فتمام. ثانك يو، ميرسي.